انت كبير الحدايده؟ ايوه بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه، ايه اللي بيحصل بالظبط دلوقتي؟ هنعرف يا كبير الحدايده، ها مصر الجديده معلومه ليه دلوقتي؟ دي البانة موتها بتضايقني، تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل قصر عابدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح وبجرة. مش سامع. مخدرات وسلاح وبجرة. اخيرا وقعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاوله القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده، تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكم، انا كنت ممكن اخرجك من القضيه كلها، انما للاسف القضيه لابساك لابساك يا ابو حديده. نفسي الاقي بس كده حاجه تقول ان ده مش بيتكم. معلش انا اسف يا ابو حديده. هاتوا يا بيه يا بيه، البيت ده بيت عيلة وحدان يا بيه. اللي يثبت يا ابو حديده الحجج يا ولد منك له. الحجج؟ اه فين الحجج بقى؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. ايوه فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده، ده انا حوزع وحدان ده في داهيه. اه يا بيه يا لهوي على ليلة وحدان السوداء. يلا رجالة بينا بينا على وحدان، جيبوا يلا اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقولو، فيصبح القتل دفاعاً عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى، وأترك لعدالتكم الحكم. وشكرا سيادة الرئيس. وبعد الاطلاع على أوراق الدعوة ومستنداتها، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة. الله أكبر.